بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحديث الثالث حديث كسدحات اغتنام العمر عمرك إن لقى فائدة يستو. عن ابن عباس عبد الله ابن عباس وحال قوري رضي الله عنهما يسقي أبيب الله كراد النغذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله الله أمان عليه النبي وسلم الله نبت قليا قال وحيري نعمتان لبن نعمه مغبون وككت سويهن وكما ورهيان فيهما لبضاس كثير قوة بضن ومن الناس ذاتك كاميدا الصحة عافماتك يا والفراغ فراغ يا وقتك قفك وجانسك هايو يا فرصة أوليه. حديث كان عبد الله بن عباس لبا أرين بكاه الليا لبا أرين وحلوة لبا أرين والنبي عليه الصلاة والسلام مركو تلمام يؤيري والله أرموت وضدك كقرصون مغبون غبن كاسلك وحلو يقانا وقفك إنو كتسوية أو ورموكوية بيع عمرك اللقاء حاليانا إيه هذا دواب خيانة ده قفك إلا دك روي ساسو كالي خسارة والله استعمالا وان نقطة مركا ضدك قاروي كقرصون تهيوي قرصوننا والله استعماله نقصاننا والله استعماله لغة عربية غبن كأسل كيسة مركة قفكة قفكة لبدا النعمة كقرصون ونعمة الصحة ونعمة الفراغ نعمة عافماتك هي النعمة فرصة والله ريموت وفرصة وين ضد بدن كقرصون عافمات كقفك وح بدن أيو صور تجلية وح بدن أيو صور تجلية وحو صور تجلية قفك ربي سبحانه وتعالى أيو عابدي كراه وانتو صلاة وصلاة عود نو تجنادو يورتي ندنيه سقف سن كراه وصوم كراه وقفك الصوم كي ووضيع سيدا صوك له قفك انتو صوم شقيه ينفتيس أنفعيا ضدك كلا أنفعيا نفتيس أنفعي وضدك يعني الصقو أنتو أباه لجعمها وما دجان أيه بل حوج يسيب وضدك كوا أنفعي مركز أو أنتو صدق يستو يوضد كلا أنفعيا مركا عافي ماتكو وفرصة مدة كلا نوحالي يدي وفراغة ووقت يقفكو وفراغي هاي ee waxba uun gacan ku haynin uu suuroobi kara hadda waxan waqti waxa soo mari doona uun haysanin kaas xadiidkan wada garanayno igtanim khamsan qabla khamsin shan intay ku iimaanin shan ka faa'iideeyso labadanba way ka mid ahaayeen wasihataka qabla saqamika inta aad caafimaad qabta ka faa'iideeyso intuu ku iimaanin cudur كوديدة وحدة أنت العافمات قبل واحد سمين كرتي وفراغك قبل شغلك وقتك عاد فرصة هاي ساتو كفى إذا يسو أنتم كوي معنى وقتي عاد مشغول نقانا يسو أظن فرصة بقوه لينين شيء كلاينا تسميس بركة والله من نعمه ضد بدن يعني إن دورف سنين أو إن دارين سنين لماذا نعمل كوفك وكفى إذا يسو أي الله ربا نعمة الصحة عافماتك ووحيما ربي سبحانه وتعالى وبحيه ضدك قارنا واسية وكما نيستا ضدنا واللغون نسقامية لحكمة يعلمها ربي سبحانه وتعالى يعني حكمة يسوء قرانا ايو ايو طاو سمية وحيابها نبي عليه الصلاة والسلام وشيغي مالك يوم الآخر مركا اللي يسوي دينينا لا تزول قدم عبد حتى يسال عن أربعين وعن عمره فيما أفناه يا كم ذاها عمر جيسي وحكو تكسي وعن شبابه فيما أبلاه با كم ذاهيت لن يرى نبت كيسا وحيابه كو تكسي مركا قفكا أدونك انت يرى وجوغو إنو كغني ميستر يعني اسكو دايو أو سمايو أعماشي مركاس ربي سبحانه وتعالى ودوينيسي فرصة مركا أو هايستو إن دبو صامرين
ayaa badan fursadaasi inay soo marin hadda caafimaadka qofku isagoo iska luga qabay uu caadi u tukanaya waa rukuucaya markuu rabay waana sujuudaya dad waxaa jira kursiyo ku tukanaya oonan yacni awoodin inay wejiga dhulka la gaadhaan qofku waxaa laga yaabaa inuu salaadihii sunankaana iska tukanayo dadka qaar waxaa jira faradka hadday tukadaan xanuun iyo yacni jirahaysa darteed aanba tukan karin soonkiina sidoo kale faradkii dadka qaar aan soomi karin baa jira xanuun haya awgii qofka caafimaadka qabana farad iyo sunnaba inuu wahan iyo wax kale isaga ku dhaca mooyeen waa isu bixin karaa xadiidkan waxyaabaha laga qaadanaya waxaa ka mid ah iqtinaamu waqti sixa waqtiga caafimaadka in laga faa'iidaysto bitaacati looga faa'iidaysto daaca looga faa'iidaysanaya dadka qaar waxaa laga yaabaa intaa caafimaadka uu hayo intuu daaco uga faa'iidaysan lahaa iyo xumaan uga faa'iidaysan ciyaadan billaah wakii xadiidka nabiga ahaa khayru nnaasi man taala cumruhu wa xasuna camaluh dadka waxaa ugu khayr badan midka cimrigiisu dheeraaday camalkiisuna wanaagsanaado camal fiican samaynayay wa sharu nnaasi man taala cumruhu wasaa'a camaluh dadka waxaa ugu shar badan mid yacni cimrigiisu dheer yahay haddana cimrigiisa dheer xumaan samaynayay ciyaadan billaah marka qofku inuu ku dadaalo waqtiga caafimaadka uu qabo daaca rabbi subxaanahu wa tacaala inuu sameeyo oo rabbi u dhoweysa waxyaabaha acdam maa yaqumu bihi alcabd waxyaabaha ugu waaweyn ee addoonku uu samaynayo waxaa ugu weyn shukri rabbi subxaanahu wa tacaala la in shakartum la asiidannakum rabbi subxaanahu wa tacaala inaad u mahad celisid markaasaana lagu ziyaadinaya markaad rabbi subxaanahu wa tacaala u mahad celisid ayaa lagu ziyaadinaya qofku laakiin hadduun xasuusana nicmadan uu haysto de ziyaadadii rabbi subxaanahu wa tacaala uu u ziyaadin lahaa inay ka istaagto waxba kuma ah qofka marka inuu nicmada rabbi subxaanahu wa tacaala si u mahad celiyo marka laga hadlayna waxaa la yidhi qofka raba nicmada inuu ogaado ha fiiriyo dadka ka hooseeya yuusan fiirinin dadka ka sarreeya naxnu qasabnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati addunya rabbi wuxuu ihi annagaa qaybina u qaybina noloshooda adduunya annagaa u qaybin marka ha fiirinin dadka kaa sarreeya ee dadka kaa hooseeya fiiri haddaad cillo ka sheeganayso intaasee in ka badanba dad ka sheeganaya ayaa jira midda kale waxaa weeye labaad alxirsu cala istifaadati min asixa in laga faa'iiday dadaal lagu dadaalayo inuu qofku ka faa'iidaysto caafimaadka iyo faraaqa rabbi subxaanahu wa tacaala ugu dhowaanaya waqtigaas afcaasha khayrkan uu ugu dhowaanayo midda kale ee laga qaadanayo islaamku siduu ugu dadaalay waqtiga inaan la dhuminin meeshaasi waa muhim bayaanu xirsi alislaam cala alwaqti liannahu alxayaat islaamku siduu ugu dadaalay waqtiga inaan la dhuminin maxaa yeelay waqtigu waa nolosha bini aadamka waxay ku taagantahy qof kasta 24 saac buu haystaa kuwa si buu uga faa'iidaystaa ku xumaan buu uga faa'iidaystaa kuna wanaag buu uga faa'iidaystaa kuna labadaa midnaba uga faa'iidaystee waa qofu iska jiifa oo iska calooshi la ciyaara iska calooshi la ciyaara mar baan ku celinaynaa macnaha nicmataani laba nicmo maqbuunu waa ka qarsoon tahay fiihimaa labadoodase kathiirun kuwa badan oo min annaasi dadka ka mid ah asixatu caafimaadka iyo walfaraaqu waqtiga qofku uu jaaniska hayo wallaahu aclam.